رجعنا لكم تاني في فقرة الحقيقة دي تهم أعتقد كل الناس، أطفال، شباب، متوسطين السن، كبار السن. مفيش حد فينا ما بيحسش بألام في عظمه، بتختلف بقى، اللي يصحى يا رقبتي مش قادر، يا كتفي، يا مفصلاتي، يا ركبي. يعني مشكلة عظامنا كمصريين مش مرتبطة بسن، وإن كانت طبعا أكيد مرتبطة، كل ما بنكبر شوية كل ما العظم بيخيب حبتين يعني. فمعانا بقى فرصة، الحمد لله الحمد لله شرفنا، طبعا اسمحوا لي أقرا لأن التايتل كبير. معانا دكتور عمرو سعيد، دكتوراه علاج الألم التداخلي بجامعة القاهرة، واستشاري علاج آلام العمود الفقري أو الفقري بدون جراحة. يا دكتور أنا متشرفة جدا بحضرتك. أنا اتشرف ومزقططة إن حضرتك معانا، مش أنا بس، أنا وكل اللي بيشوفونا، لأن كلنا عندنا أو بنحس بآلام في عظمنا كلنا بلا استثناء، من الشباب الصغيرين لأمهاتنا الكبار وأبهاتنا. أنا بس عايز أعرف يعني إيه الألم التداخلي، تمام، ويعني إيه علاج الألام بدون جراحة، لأن الجراحة دي رعب بالنسبة لنا. حضرتك عارفة طبعا إن في العالم كله دلوقتي بيتجه إلى التداخل البسيط أو التداخل المحدود، فبرانش علاج الألم أوجد حل لعلاج آلام كتيرة جدا بدون جراحة. هو تخصص من التخصصات الحديثة موجودة في مصر من سنين قليلة. في كام سنة اللي فاتت، يعني من خلال 4 5 سنين اللي فاتوا، بقى في تطور رهيب باختراع حاجات جديدة، أدوية، تدخلات، أدوات جديدة لحل مشاكل وآلام معظم آلام العمود الفقري بدون جراحة وآلام المفاصل كذلك. من رحمة ربنا طبعا انت عارف حضرتك ان زي ما حضرتك قلتي كده اي حد بيشتكي من الم، ويمكن احنا لما نيجي ندرس في الطب الفسيولوجي اصلا احنا بنيجي العيان اول ما يبتدي يحصل مرض بيحصل الم. الالم ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش ان احنا ننهيها، لكن ممكن لو استمر لفترات طويلة اصبح يعتبر مرض ولازم له ان هو يبقى فيه تداخل ولازم نعالجه. طب انا عايز اعرف يعني ايه الالم نعمه؟ اقول لحضرتك الالم نعمه لان هو بيعرفنا ان في مشكله، بمعنى حد حصل ان مثلا اصابه، مثلا حضرتك واحد مثلا رجليه اتلوت او بتاع او اي حاجه، حصل التهاب، حصل الم، حصل تورم، فبقى دي اشارات تطلع من المكان اللي حصل فيه المشكله الى الاشارات للمخ ان في مكان فيه مشكله هنا. فانا اجي لحضرتك اقول لك انا عندي مشكله في المكان الفلاني، فانت تحدد على اساسها انا عندي ايه. في نوعين من الالم، الم حاد اللي هو نتيجه الاصابات المباشره، وفي حاجه اسمها الالم المزمن. الالم الحاد ان احنا لو في عيان مثلا هو بيشتكي من حصل زي ما قلت حاجه كده اصابه او عنده مشكله في القلب فابتدى يحس بالام، ده اسمه الم حاد. وكل احنا في البرانشات الطب المختلفه بنبتدي ندرس ازاي نفسر هذا الالم ونبتدي نوجه له العلاج ليه. طيب مهمه طبيب علاج الالم ان هو يفرق ما بين ده، هل هو فعلا الم حاد ولا هو الم مزمن ويحتاج الالم. زي ما قلت حضرتك كده ان الالم لو استمر لفترات طويله، بمعنى ان حد حصل له اصابه وبعد الاصابه دي استمرت ما اتعالجتش صح لاي سبب من الاسباب، الاصابه اصلا تفاقمت بقت اكتر من كده، في بروتينات بتطلع من الاعصاب تبتدي تفرز للاعصاب الرئيسيه وكذلك للمخ فتتسجل في بصمه اسمها بصمه الالم. بصمه الالم ديت بتسبب بقى العيان يخليه يتجنب الحركه، بعد كده يدخل المود بتاعه يتغير، بيكون حاجه زي يدخل في اكتئاب. حتى لو تشوف حاجه بعض الحالات اللي ممكن نقول عندها الم مزمن هي بتعاني من امراض اكتئاب ومش قادر يتحرك، مش قادر يمارس حياته، مش قادر يخش، يعني تلاحظيها اكتر في الناس الكبار. والله مش الكبار قوي حضرتك، في اكتئاب بيحصل. انا مثلا في مره وقعت على السلالم، ركبتي حصل سلام. فيها بلاوي سودة، كان عندي اكتئاب لاني مش قادره اتحرك بشكل طبيعي، مش قادره امارس شغل بيتي بشكل طبيعي، فجالي حقيقي جالي اكتئاب من الالم اللي عندي اللي مخليني مش قادره استمر. وللاسف في بعض الممارسات من الاطباء اللي هي بنقول عليها، ممكن احنا حضرتك بتتوجه للطبيب بيبتدي يشخص الامر دوت ماشي ازاي المشكله. معلش انا كان التشخيص يا اما جراحه يا اما مسكنات لحين انتهاء الالم. بالظبط كده، فانا استمريت على شويه مسكنات تعبت لي معدتي. علاج الالم اوجد بقى حل للمشاكل ديت الحمد لله. في تداخلات ممكن نعملها حسب الاصابه، ولازم مهم جدا هنا التشخيص عشان اشخص المشكله دي ايه اللي حصل فيها، هل هي مشكله اربطه ولا مشكله غضاريف ولا مشكله في العضلات ولا مشكله في مرض مزمن مسبب دوت، فابتدي اتوجه ليه بالحل. يعني ممكن اللي عنده الام عظام يتعالج من غير جراحه؟ بالظبط كده، بادويه، ممكن بادويه بتداخلات، ممكن تبقى تداخلات محدوده، يعني جلسات زي جلسات حقن ممكن تتعمل للمواضع الالم، سواء كان حقن، لان حقن انواع، في حقن اسمه حقن اعصاب طرفيه او حقن للاعصاب نفسها او حقن لجذور الاعصاب حسب
وفكره العلاج بالكورتيزون ده فكره ضاره جدا. طبعا ان يعني حضرتك ان مثلا لو خدنا مثال زي ما حضرتك ان في عيان مثلا عنده خشونه في المفاصل فبيتوجه للطبيب فبيبتدي النظام القديم او المدرسه القديمه بيحقن الكورتيزون، هو ده مش حل، هو ده حل مؤقت لكنه عامل زي القنبله اللي اترمت في المكان ضيعت لي الصالح وضيعت لي المواد بتاعت الالم. الالم زي ما قلت حضرتك نعمه، ليه؟ لان هو في نفس الوقت هو بيحفز الجهاز المناعي ان هو يجي يعالج المشكله دي. تمام. طيب انا عايز اتكلم برضو عن مشكله يعني منتشره جدا، مشاكل العمود الفقري. تمام. كلمني عنها، وهل دي سهل؟ يعني كلنا بنعاني من مشاكل العمود كلنا. تمام. بص حضرتك العمود الفقري زي ما قلت حضرتك كده من اشهر الحاجات دي بتظهر فيها، ان هو يمكن المرض العصري دلوقتي. في صور معانا كمان توضيحيه. يعني العمود الفقري ده دي فقره بيوضح ان هو بيتكون من كام فقره، في فقرات العنقيه والصدريه والفقرات القطنيه. اشهر فقرات بيحصل فيها مشاكل هي الفقرات العنقيه والقطنيه، لان دايما بيبقوا المحور بتاعهم مختلف، هم شايلين المحور الرئيسي. أيوة. سواء كان الراس او سواء كان الفقرات القطنيه. كلمني والنبي بقى انا، لان انا حضرتك بعاني من الاثنين، يعني العنقيه بحس رقبتي على طول حتى لو بصحى من النوم رقبتي فيها الم، وفعلا الفقرات القطنيه برضو. تمام. زي ما حضرتك شايفه كده دي ده التكون بتاع العضلات. احنا العمود الفقري عباره عن عضلات، عباره عن اربطه، عباره عن غضاريف غضروف، ونفس ما بين كل فقره وفقره في ثلاث مفاصل رئيسيه بيحملوا العمود الفقري. دي حاله من في الفقره الطبيعيه اللي هي على الناحيه الشمال ديت، دي مقطع عرضي في الفقره في العمود الفقري من بين الغضروف، وتركيب الغضروف بيتكون من غطائين، في نيوكلس اللي هي الماده الصلبه اللي في وسط اللي في النص ديت، والماده والغطاء الخارجي للغضروف في الاعصاب. طب انا مش هكذب على حضرتك، انا كمشاهد مش هتهمني قوي حصه ال الاناتومي. ماشي. احنا معانا بقى تجربه عمليه. تمام. دي اللي تهمنا، وهي مش تجربه، هي المفروض استاذه وهي دلوقتي بتتكلم المفروض انا اقوم اقف، يعني ما ينفعش اكلمها وانا قاعده، لان دي استاذتي الفنانه الكبيره الاستاذه العظيمه المحترمه الراقيه النجمه مديحه حمدي. ازاي حضرتك؟ حضرتك شهادتك فيها مجروحه لان بنتي. يا حبيبتي ربنا يخليكي. انت بنتي يا نشوه. انا مفروض والله العظيم احلى عشره واحلى كواليس. انا مفروض اقوم اقف وانا بكلم حضرتك، يعني ما ينفعش اتكلم وانا قاعده. يا حبيبه قلبي، يا حبيبة قلبي، يا أحلى كواليس، وأنا مبسوطة إن أنت يعني بتجهدي بشرف، وبتلاقي نفسك لو في أوقات الفراغ عندك أفكار حلوة بتقدميها لنا، وده ما يشغلكيش طبعًا عن شغلك. حبيبتي بحبك يا نشوى، أنت عارفة. وأنا بحب حضرتك قوي، وألف ألف سلامة عليكي. الحقيقة معانا دكتور عمرو سعيد، وأنا عارفة إن حضرتك يعني تعالجتي معاه وانبسطتي من العلاج. كلمينا عن الدكتور الجميل الشاب ده. بصي هقول لك على حاجه يا نشوى، المراه بالذات علاقتها بالدكتور والمحامي بتاعها وباقي عوامل التجميل بلا تفسير، يعني بتبقى فيها جزء نفسي كتير جدا. ازاي ترتبطي بدكتور، ازاي بالمحامي ده، ازاي وهكذا. انا حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى يعني في شهر الكريم ده وعاشوراء وكده انه اكون بين ايدين دكتور الانسان المهذب اللي شبه اولادي. ما شاء الله. دكتور عمرو شكرا جزيلا. شكرا. طب والنتائج العلاجيه حضرتك اتحسنت؟ والله هقول لك، انا كنت وقعت وقعه كبيره جدا من على البلاكار، طلعت اجيب حاجه باستعجال من فوق على كرسي بلاستيك، ما رضيتش اطلع على كرسي منجد عشان ما يتوسخش. ايوه. فرحت واقعه من اعالي الشيء، اتكسرت الترقوه اليمين، واثرت طبعا زي شرخه او حاجه في رجل الشمال. يا حبيبتي. رحت المانيا ورجعت، وبعدين رحت دبي، دكتور هندي ممتاز ما فيش. تعرفت على دكتور حازم، دكتور عظام شاب جميل جدا، ولقيته بيقول لي انا هعرفك على خبير استشاري، يعني عايز يقول لي بادب الدكتور برضو المؤدب ان انا اوديكي الاستاذ كبير. ما شاء الله. انا رايحه بقى الراجل عجوز. يعني المستشار هو مستخبي ورا الماسك. انا يعني مش صوت ولا والله. بس الخبره، العياده النظيفه جدا، ده كان يهمني.
مختلف الطبقات موجوده، يعني مش عايزه اقول لك لا، كل حبيبي يروح له ما شاء الله. ست راجل والله العظيم يا نشوى وحياه ربنا لا ابالغ ما شاء الله. انا ربنا اهداني هذا الدكتور، ونفسي يعني احط يافطه على التلفزيون اقول له كل زمايلي كل الناس اللي في حاجه يا جماعه ما يروحش شمال او يمين، يروح على الدكتور، ولا يروح المانيا ولا يروح لا يروح اوروبا ولا يروح اي دوله تانية. لا ولادنا ولادنا دكتور عمرو ما شاء الله يا حبيبي ما شاء الله، ربنا يكرمك والله جميلة. ودي شهاده من حضرتك شهادة يعني ان حضرتك بالبرهان بعد ما لفيتي اوروبا وبعد ما روحتي دول عربيه تانية ما لقيتيش العلاج غير عند ابننا المصري المتفوق ما شاء الله. متشكره جدا لحضرتك وان انت كنتي معانا يا استاذه، ميرسي لحضرتك. فنانة جميلة جدا، أنا بحبها شخصيا جدا. وواضح إنها ما شاء الله بعد ما لفت دكتور هندي ودكتور في أوروبا إن ما شاء الله لقيت الحمد العلاج. الحمد لله، والحمد لله الموضوع بسيط إن شاء الله، والحمد لله يعني بدأنا في العلاج زي ما قلت لحضرتك وربنا يسهل لنا ما شاء الله. واضح إن هي مبسوطة جدا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طب أنا دلوقتي سمعت كمان إن حضرتك بتروح مش بس أهل القاهرة ممكن يستفيدوا منك، إن أنت حضرتك ممكن توصل لحد الصعيد. الحقيقة أنا الحمد لله إحنا والفريق العمل إحنا في فكر في دماغنا إن إن شاء الله علاج الألم ده أوجد حل لحاجات كتيرة جدا، لآلام كتيرة جدا صعب في التخصصات الأخرى إنها توجد لها حل. الحمد لله في طرق بسيطة نخلي العيان ما يعملش جراحة، وإن هو ممكن يجرب الأول معانا علاج الألم، ولما نفشل إحنا كعلاج ألم ممكن نشوف. لأن عايز أقول لحضرتك إن مثلا في آلام العمود الفقري 90% من الحالات إحنا علاج الألم أوجد حل إن إحنا نقدر نعالجهم، سواء كان بالتردد الحراري أو سواء كان بتبخير الغضروف أو شفط الغضروف، كل ده بيتم بدون جراحة، حتى استئصال الغضروف بالمنظار بدون جراحة ما شاء الله. دي ما شاء الله. الحاجة التانية خشونة الركبتين، ده مرض ليه علاج، احنا لو قدرنا نتداخل فيه بدري وكل ما ندخل فيه بدري كل ما نوجد له حل ان شاء الله، سواء كان باستخدام تقنيات علاج حقن الاكسجين النشط وبعض البروليسيرابي، تقنيه من التقنيات ما فيش كورتيزون ما فيش مسكنات، اقدر امنع العين ان هو ياخد بالتردد الحراري، الام الخشونه دي نقدر نعالجها. فاحنا متبنيين فكر معين، احنا ان شاء الله هنوصل لكل محافظه في مصر باذن الله تعالى، هنوصل ان احنا نقول للناس ومعانا فريق الحمد لله بيكبر كل يوم، بنجهز نفسنا ان احنا نزور، بنروح الصعيد اقصى الصعيد، اهلي وناسي هناك، بروح وجه بحري، بنزل في اسكندريه، بننزل محافظات النقي عشان طب الناس تعرف ازاي حضرتك مثلا الفتره دي هتكون موجود في الصعيد او بننوه عليها وبنمشينا على جدول رسمي ليها معانا في المركز يعني ما شاء الله عليك. طيب معانا تقرير بعد اذنك نشوفه ونرجع تاني. والله انا رجليا يعني ما كنتش بقدر امشي خالص، وبعدين لفيت رحت عند دكاتره كتير بتوع عظام وبتوع، اللي كله يقول لي لازم تغيير مفصل يعني، وخدت علاج بقى يعني معدتي تعبتني من العلاج يعني لغايه فم المعده بقى مش قادر ابلع منه. لقيت الدكتور عمرو الله يبارك له، لقيته بيتكلم بيقول كذا كذا يعني على الحاله دي، رحت متصل بقى خدت رقم التليفون وبعدين اتصلت. فالدكتور الله يبارك له اول ما رحت له عمل لي حقن في رجلي، قال لي انت هتحتاج 3 مرات علشان ده يعني الدرجه الرابعه في الخشونه. فعملت الحقنتين يعني حقنتين ولسه الثالثه هعملها. فالحمد لله الالم اللي انا كنت ما بقدرش انام واحط رجلي جنب بعضها كده الحمد لله مفيش الألم راح. كنت بشتكي من خشونة الركبة وكان ما كنتش بعرف أسجد ولا نعرف نطلع السلالم ولا نعرف نسجد، وكنت بشتكي من خشونة الركبة. رحت كذا دكتور قالوا لي مفصل صناعي، وبعد كده لما شفت في التلفزيون الدكتور عمرو سعيد عرفت منه ان كلامه فيه مصداقيه، بيحقن بلازمه الاكسجين النشط، والحمد لله اتحسنت كتير الحمد لله. انا دلوقتي بدات اطلع السلم وبسجد والحمد لله اتحسنت كتير جدا. كنت يائسه رحت الدكتور قبل كده قال لي عايزه عمليه، انا يأست خالص، ربنا كرمني كده وانا قاعده ببص لقيت الدكتور عمرو سعيد الله يديله الصحه، وخدت له التحاليل وخدت له الاشعاعات. اول جلسه حقنها لي حسيت بتحسن،
تاني جلسة سبت العصاية وبقيت أمشي من غيرها، والحمد لله أشكره من كل قلبي وبدعيله وربنا يحبب في كل من ترسي عليه زي ما خلتني أقدر أمشي وأقف وأخدم نفسي. أول ما نطت رجليا فيها خشونة جامدة، ما بنقدرش إن لو وقعت على الكرسي إنه يقوم رجلاته يعني. تمام. النهارده من ساعة ما عملت الجلسات الحمد لله ونشكر ربنا وربنا يبارك للدكتور عمرو، والله يعني سواك على طبيعي يعني يعمل رنجامل ولا حاجة، وأول مرة أجي له أنا شفته في التلفزيون خدت العنوان وجيت على طول والحمد لله. جلسات إيه؟ جلسات بلازما؟ عملت أربع جلسات اللي هي بلازما والحاجات اللي بيديها له الأكسجين. تمام. بس الحمد لله يعني. دلوقتي أخبار دلوقتي جمنا نقعد على الكرسي ونقوم غير ما نمسك في الكرسي زي الأول. طيب الحمد لله. الحمد لله نشكر ربنا. والألم أخبار؟ لا الألم ما فيش ألم. يا أخي روح الله يكرمك. الحمد لله. والله العظيم بعد ما شفت النماذج الطيبة دي من ناس كلهم في سن أهالينا، وعجبتني قوي قوي اللقطة بتاعت السيدة اللي يعني بتورينا فيها أنها ما شاء الله بتقدر تركع وتسجد، وده شيء يعني عظيم. أنا اللي بيبهجني وبيخليني مبسوط الابتسامة اللي بترجع تاني، دي بتبقى حاجة بالنسبة لي جميلة، والدعاء بتاعهم. وكل الناس ما شاء الله كلهم في سن أهالينا وعلاجهم صعب، علاج العظم في المراحل السنية دي صعب، ومعظمهم قالوا إن كل معظم الدكاترة قالوا لهم جراحة، فإنهم يتعالجوا من غير جراحة، فدي حاجة مطمئنة. وحاجة بسيطة جدا ممكن نستخدمها، سواء كان حقن بسيط بنقدر نعمله، من جلسات بسيطه، سواء كان ممكن حاجات كتيره جدا زي ما حضرتك ممكن نقدر نشتغل عليها بدون جراحه. علاج الالم تخصص من التخصصات الجديده ان احنا محتاجين نهتم، موجود بره. طب انا عايزه برضو بشكل سريع اقول للناس ايه انواع الالم اللي اول ما احس بيه اجل حضرتك، لو حسيت بايه وايه وايه. الالام المزمنه عامه، الالام المزمنه اللي موجوده، الام العمود الفقري، صداع النصفي. صداع؟ نعم صداع نصفي. طب دي بقى انا هجيب لك مراتبني، لان حبيبتي عندها صداع معظم الوقت وهي صغيره في السن، بس بتاخد مسكنات كتير. تشرفينا. انت كمان بتعالج الصداع المزمن؟ ان شاء الله. الصداع المزمن، الام العمود الفقري زي ما قلت حضرتك كده، الام الانزلاق الغضروفي. طب ثانيه واحده كمان معلش، انا اسفه، في صوره حلوه لهنا دلوقتي وحضرتك ب ب ب ب ب انت بنفسك. ده انا نفسي. ده دكتور بتاخد حقنه في ايه؟ دي انا عندي قطع اصلا، بدايه في كان حصل لي قطع في الغضروف وكان بيجي لي الم من الوقت التاني، فانا بنفسي بعمل بلازما عشان الناس ما تخافش. ايه ده؟ الموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي الم، بمنتهى البساطه. ده حضرتك ماشي اللي هو قاعد مستمتع كمان، مستمتع بالحقنه يعني. الطرق العلاجيه زي ما قلت حضرتك كده دي وسيله بسيطه بدون اي الم نقدر نعالج بيها لو في القطع الجزئي بدون جراحه. حقن بلازما والاكسجين ناشط من الحاجات السهله جدا. انا فرحانه بيك جدا ومتشرفه بيك جدا، ولد من ولادنا يعني اللي ما شاء الله خبرتك اكبر من سنك بكتير، وبالبرهان من خلال نماذج الاستاذه مديحه حمدي والنماذج اللي حضرتك عالجتها، ربنا يكرمك وينفع بيك ويكتر من امثالك. بشكر دكتور عمرو سعيد، دكتوراه علاج الالم التداخلي بجامعه القاهره، واستشاري علاج الام العمود الفقري بدون جراحه. ميرسي يا دكتور. شكرا جدا. شكرا. الفقره الجايه بقى بالنسبه لي هي الفقره الرومانسيه، فقره المشاعر، الفقره المحببه لقلبي، لان معانا فقره مطبخ، بس مش اي مطبخ، مفاجاه حضراتكم استنوا معانا وكلنا نتقابل في الفقره الرومانسيه العظيمه بتاعه المطبخ.